أهلا بحضراتكم أينما كنتم، نحييكم سواء داخل الوطن أو خارجه. نحن الآن نتواجد بدوار إيدوليميت البعيد عن إقليم تارودانت بحوالي 64 كيلومترا. هنا الثقافة، هنا الحضارة، هنا الطبيعة، هنا أيضا الجود والكرم من سكان إيدوليميت. تعتبر إيدوليميت مرآة التاريخ العظيم الذي تتزين به الدواوير والقبائل الأمازيغية. فعلى مر التاريخ أضحت إيدوليميت جزءا لا يتجزأ من أرض المغرب المقاوم. لما لا، وهنا نشأ كبار المقاومين والمدافعين عن تراب الوطن. فعلى غرار المدن والقرى المغربية الباحثة عن الاستقلال، جاهدت إيدوليميت وبكل الطرق للحصول على وثيقة الاستقلال وطرد الاستعمار الفرنسي الظالم. هنا بهذه الأرض الطاهرة ظهر مئات من المقاومين الغيورين على دينهم وترابهم وثقافة بلادهم، ومعها ثقافة الأمازيغ الأحرار القدماء. وقد كان السكان الأصليون لهذه المنطقة في أول الأمر سود صحراويون قادمون من بعض الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمتأثرين بأزمة معيشية طال أمدها في ذاك الوقت. السود، وهم من منطقة إيليغ بالضبط بإقليم طاطا، جاءوا بحثا عن أرض تشفي غليلهم وتنسيهم قساوة الحياة، ليجدوا في انتظارهم أرضا ناعمة ساخية متدفق فيها الخير من ماء يسيل ليل نهار، وأنهار تتمشى في كل ركن من إيدوليميت، وأراض تصلح للزراعة وتتنوع فيها الخيرات. إذن حتى نتعرف أكثر عن هذه التقاليد وأسرار هذه العادات، ستذهبون معي لمجاورتي وأيضا مشاهدة كل التقاليد والأعراف التي تحدث هنا فيما يخص أرما. ندعوكم باسمي وباسم الطاقم التقني لمشاهدة اللقطات وأيضا الأسرار التي نخبئ لكم في هذا التقرير. ابقوا معنا. وقد كان الغرض من خلق تقليد جديد بمسمى رما تذكر المنطقة حتى لا تنسى، إذ طرحت هذه الفكرة على أساس تعويض كل مهاجري هذه المنطقة على زيارة مكان كان في الماضي البعيد مهد جدودهم وآبائهم ومنبثق الثقافة الأمازيغية الأصيلة. وكتعريف أولي، يعتبر موسم رما بإيدوليميت من بين العادات والتقاليد التي يصعب مع الوقت محوها أو حتى نسيانها. فالرما لغة، وحسب مفهوم الخبراء والقدماء، هو النشاط والتعايش وتفقد الأحوال بين العائلات والأفراد. واصطلاحا هو موسم صيفي يجمع بين أحضانه عددا كبيرا من سكان وزائري ومجاوري ومحبي المنطقة، بغرض التلاحم والتماسك والإحساس بأن كل أمازيغي هو أخو الآخر ما دام يتحدث لغته ويعيش زمانه ومكانه ويشترك معه في تاريخ أجداده. بعد يوم الاستعداد والذي يصادف يوما قبل الحدث، والذي أيضا يستغل أحسن استغلال من طرف المسيرين بسد كل الحاجيات اللازمة، يبدأ الحدث وتبدأ معه أهازيج الفرحة والاستعداد، استعداد لطالما جمع أحشادا من الملأ على مقربة من أول خطوة تخطوها فقرات الحدث الكبير، أو كما يحب تسميته البعض بعيد عن الساحل. يتم الذبح أو ذبح العجول المعدة صباح اليوم الأول بحضور ثلة من عشاق هذه الخطوة، وبقيادة مختصين في الحرفة من ذباحين وجزارين ومتطوعين أيضا،
إذن من بين المراحل الأولى التي يبدأ بها هؤلاء في المؤطرين كمؤطرين في الرمى، العادات والتقاليد تقول أنها الذبيحة يجب أن تبدأ في اليوم الأول حتى تمر الأجواء في أجواء يعني مفهمة بالهدوء. صباح هذا اليوم سنتابع كيف سيتم ذبح هذه البقرة، هيا بنا. إذن قبل أن نمر للذبيحة معي الآن أحد المؤطرين والمسيرين في الرمى. أولا تحدث لنا ولو باللغة الأمازيغية، تحدث لنا ما هي أطوار هذه المراسيم، مراسيم ذبح البقرة؟ أكن تشكر قمت نخصي حميد أسد إيجا الرمى القسترين كاردوستان وكان غير اللي تسمو قلت غير هذا رتصغرتم تكون مع ذيك الصباح القرصنا هو الاول كاول مرحله القرصنا يطوي طيلاد ايات وستين القرصنا دي السنات وستكرا دا القرصنا تستكرات وهكذا عم كذا ارزلنا كرا دو السنان ضمنا صوت الحمد لله. على غرار الحرفيين الذباحين والجزارين تسند كل المهام إلى أصحابها كخدمة الحضور والطبخ وعجن الخبز، كهذا الرجل مثلا والذي أسندت له مهام إعداد الخبز بالطريقة المحلية، خبز تنور كما يتداول هنا، والذي له خصائصه التي يتميز بها عن خبز المدينة. وعلى ذكر الخبز فيخص المسؤولون الوجبة الواحدة في اليوم بعجن 50 كيلوغراما لها أي الوجبة. عم كتف مقول تا اختت قادة فنروت إلا ما 60 تفنروت إلا ما 60 تفنروت وكان عم كتف مقول تا غير أن تجيس نتقا إكشودن نجيس نتقا إكشودن دي زرانة اللي تسمو قولت غيلا إزرانة غنت نفين قاغروم نتنال فلسنين قاغروم أرس نتنين أورفان. السلام عليكم، مرحبا بكم غيدا وليميت غسادية السجون غرمة اي الديسمون ديال العدد نمدن غير دارنخ غير برا، المهم ديال العدد مقرنا ديال التشكيله غير دوميت. مرحبا بكم غسد النغرس عرف قولين 3 ايام الا قاس الخضور والغاز دي منسي، المهم باش نمدن 3 ايام تقريبا كادو ان شاء الله ميرا نغرس غسد النغرس ان شاء الله. مرحبا يلا لا لا لي Not now.